الان بلشنا احنا ننفذ مشروع تاهيل طرق داخليه ممول من وزاره الحكم المحلي، قيمه المشروع تقريبا 600,000 شيكل. المشروع بيشمل على عده شوارع قمنا بقشطها الاسبوع المرق، وحاليا احنا اليوم اول يوم اسفلت فيها. طبعا هاي الشوارع كلها راح تتزفت خلال الثلاث ايام اللي حاليا احنا ماشيين فيهم، بالاضافه انه لبعد العيد في عندنا المشروع بيشمل كمان عمل دوار عند منطقه مدرسه حصان سماره، بالاضافه الى تاهيل ارصفه عند دوار شويكي. طبعا هدول كل هاي الشغلات ضمن مشروع واحد له تاهيل طرق داخليه. بنفس الوقت بلش معنا مشروع ثاني تاهيل طرق اللي هي عند الجدار اللي هي خارج الهيكله، برضه بتمويل من وزاره الحكم المحلي. المشروع بيشمل تاهيل طرق في منطقه العزب والمهاد وفي شويكي ومنطقه ضحيه الرشيد، المشروع اللي بوصل عند كفر اللبد. في بالاضافه انه الكل بيعرف انه في مشروعين تابعين للاشغال اللي هو تاهيل شارع نابلس من عند مدخل نور شمس لعند دوار شويكي، وتاهيل شارع السكه برضه من مدخل نور شمس لعند مجمع المحاكم. هاي المشاريع ان شاء الله خلال هالفتره هاي راح تكون منجزه كلياتها.